كانوا اليوم معكم مع طلاب الثانوية العامة في مصر، في الأردن، في العراق وفي فلسطين. بعد صدور وظهور نتائج الثانوية العامة رح يروحوا للجامعات ويختاروا عدد من التخصصات. هل يوم جامعة بغداد نسأل بعد، احنا مقبلين على عام 2023 ايضا تستوعب الاعداد من الخريجين في جميع التخصصات؟ هنالك اقبال كبير على عدد من التخصصات، المجموعة الطبية، على الهندسة، على تخصصات اللغة الإنجليزية. من يحدد تخصص هذا الطالب في المستقبل الجامعي؟ الأهل، العلامات، سوق العمل؟ الأساس في هذا الموضوع صراحة هو يعني الإرشاد المهني اللي مرتبط بالإرشاد التربوي اللي بيبدأ من مراحل العمر الأولى للطالب. ملف تشغيل العمالة الوطنية جزء كبير من مهام وزارة العمل، كيفية تأمين أن تكون الوظائف اللي موجودة في سوق العمل للشباب الأردني تكون وظائف هي لها الديمومة. طب كنتي بقى الخبر ازاي؟ حاسة ان انا ما عملتش اللي عليا وما ذاكرتش كويس قوي، بس افضل لنفسي لا اكيد ربنا يعني مش هضيع تعبي وهيبقى موجود جنبي. يعني بيت للكل غدا 11 مساء على قناة مصر الأولى.